أسرة داود النبي الطقسية بكنيسة الشهيد العظيم مالي جرجس بالجيوشي بشبرا تقدم مديح أضام على سقوطقية يوم الثلاثاء. يا مريم أنا عبدك موسوم باسم ولدك، وعدتيني بوعدك وبحقك توفيني. يا مريم بحياتك وحسن طهارتك انقذيني بصلاتك إلى موضع يرضيني. يا مريم تاج رأسي يا عزي، بالناس مدحك بين جلاسي كزلال ما يرويني. يا مريم تقل حملي من فوق رأسي وعلي، لكن ما خاب أملي فيك يا عمدة ديني. يا مريم حان وقتي وتدانت مسألتي، مثليك خلصتي عالم فلا تنسيني. يا مريم خاف قلبي من تقل حمول ذنبي، أرجوك أنت حاسب وبصلاتك نجيني. يا مريم دهري فات ونتائه في غفلة، وإبليس حسن لي آفات وحلها في عيني. يا مريم رأيت شغله كأنه شاهد بعسله، وبلاغ فيا أمله أنا ما خاب يقيني. يا مريم زاد همي من فوق راسي وعلي، ورجعت إلى الندم هل ندمي يحيني. يا مريم سرك بان والخافي صار معلن، وسكن فيك الديان وعتقت المسكيني. يا مريم شبي لحو زمان الغفلة راح، وأنا تائه منجح ومن غيرك يهديني. يا مريم صرنا أحرار بابنك يا طهر الأطهار، وفوزنا من حر النار لهيب ويكويني. يا مريم ظني فيك شفاعة عند ابنك طول عمري، أرجوك عند يسوع تحميني. يا مريم طالبوني بوفاء سوق لديوني، وانتي طب عيوني بصلاتك جيريني.
يا مريم ظلموني ذنوبي وأعموني يا ستي عينيني وبشفاعتك احميني يا مريم ارفقي بيا يا عزي وطبيبي رسول موت وشيبي وبعد الشيب يأتيني يا مريم غيثينا بمراكب عدينا حتى نصل المينا يا ملجأ المسكين يا مريم منك ظهر سر خفي صار مجهر عيني من جاء وحاضر والغايب عن عيني يا مريم قلبي كان يعطش قبل الآن واليوم أخضر ريان ومدحي فيك يرويني يا مريم كالسكر مدحك عندي أفخر كيف أتعب وأتقدر وأنتي نصب عيوني يا مريم أنتي مرهم يبري الجرح الأعظم وجميلك متقدم حين نورت عيني يا مريم اوفي الميعاد جيتك مشمول برشاد ودنا الوقت وعدو القبر امام عيني يا مريم لا يصعب خلاص من جاء وطلب والخلاص هو المقرب ما عاد سواه يهويني يا مريم يا حسبي برضاك يفرح قلبي ولعل يسوع ربي للآباء يوريني إبراهيم وإسحاق ويعقوب له مشتاق وخذ من كلمي سقيم حسابي تأتيني هذا كان من سعدي أفرح بوفاء وعدي فإن مدحك هو عندي يشفيني كالمرسيني والآباء والإخوة أهل الدين والتقوى خلصيهم من بلوى وأنا عبدك نجيني والآب أتركنا راعي صالح وأمين أعطيه يا رب سنين